يأمل الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، يأمل في بلوغ مرحلة المجموعات عندما يستضيف شقيقه أهلي بني غاز الليبي اليوم في إياب ثمن نهائي النسخة رقم 50 للبطولة. نادي القرن الذي أحرز لقب البطولة في العامين الماضيين وتجاوز الدور الأول بصعوبة وبفارق ركلات الترجيح على حساب يانج أفريكانز التنزاني، يحتاج للفوز بفارق هدفين لمتابعة حملة الدفاع عن اللقب بعد أن خسر في اللقاء الذهاب الذي شهده ملعب الشاذلي زويتين بالعاصمة التونسية في 21 من مارس الجاري بهدف سجله مهاجم زيمبابوي إدوارد سادومبا في 68 من عمر اللقاء. من جانبه يسعى أهلي بني غازي بقيادة مديره الفني المصري طارق العشري لانتزاع بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخه بعد أن قدم أوراق اعتماده منذ انطلاق هذه النسخة ونجح في تجاوز الدور التمهيدي والدور الأول على حساب فولا إيديفز تشادي وبيركم تشيلسي الغاني. تاريخيا سبق للأهلي أن خاض 11 لقاء مع الأندية الليبية في البطولات الإفريقية أمام الرباعي، المدينة، والاتحاد، والنصر، وأهلي بني غازي، وحقق خلالها 7 انتصارات وخسر في 3 وتعادل في لقاء وحيد، وتحمل خانة الأهداف المدفوعة لديه 23 هدفا مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكو.